الرحيم. لا شك كما قلت أخي محمد، نحن نمر في ظروف صعبة وعسيرة، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، وأنا متأكد أنكم على قدر المسؤولية بحيث تتحملونها في هذا الظرف الصعب. في البداية لابد أن أهنئكم على هذه المهمة الصعبة، وأقول أهنئكم وفي نفس الوقت يعني أرثي لحالكم، لأن هذه مهمة صعبة وكل إنسان لازم أن يبذل كل جهد ممكن حتى يثبت مقدرته، وحتى يثبت أنه يعني بإمكانه أن يخدم هذا الوطن. لكن إن شاء الله كما قلت أنتم ستفعلون هذا وأكثر. إخواننا الأعزاء، نحن أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة. أولها قبل أن أتحدث عن الوحدة الوطنية، أتحدث عن صفقة العصر التي قدمت لنا، والتي لا نعتقد أن بقي شيء منها لم يعلن، وإذا كان هناك ما لم يعلن فهو أسوأ مما أعلن. وبالتالي من البداية نحن أخذنا الإشارة بأن مثل هذه الخطة لا يمكن أن نقبلها. يكفي أنها استثنت في القدس من فلسطين، لا نريد الباقي. يعني ماذا يريد أن يتحدث الرئيس ترامب حول أي حل أو أي قضية؟ لا أعتقد أنه مفيد أن نتحاور معه أو نناقشه بعد أن قال سأنقل سفارتي إلى القدس، وإن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل. إذن نحن بالنسبة لصفقة عصر هذا هو موقفنا، وهذا ما قلناه لهم، وهذا ما أكدناه عليهم وعلى الجميع. وأعتقد أن أشقائنا العرب كلهم يقفون معنا، لأنهم بالبداية كانوا يسألون ويتساءلون. عندما شرحت لهم كل التفاصيل قالوا نحن نرفض صفقة العصر، ونحن، وهذا مهم جدا، مع الموقف الفلسطيني. ما يرفضه الفلسطينيون نرفضه، وما يقبله الفلسطينيون نقبله. إذن هذه النقطة واضحة ومحددة ولا حاجة للنقاش فيها. سيحصل في الأيام القليلة القادمة تطورات أخرى أكثر، لكن نحن سنواجهها إن شاء الله، وسنتعاون مع بعضنا البعض في طريقة مواجهتها، لأن الأمور ستكون صعبة. الشيء الآخر، نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بين غزة والضفة. وكما تعلمون منذ عام 2007 إلى يومنا هذا، ونحن نحاول ونبذل كل جهد مع كثير من أشقائنا العرب للوصول إلى مصالحة، للوصول إلى يعني حل لهذه القضية، وعلما بأنه لا توجد قضية لنختلف عليها. كل ما في الأمر أنهم هم استولوا على قطاع غزة وتحكموا به، والآن نحن نقول نحن وإياكم شركاء في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، تعالوا إلى كلمة سواء. كان آخر هذا ما قلناه لهم في عام 2017، وما اتفقنا عليه معهم في 2017 عندما جاء المصريون بفكرة أو بأفكار للمصالحة، نحن قبلناها وهم قبلوها، وبدأنا نتشاور، ولكن مع الأسف كانت نتيجة أنهم هم الذين خرقوا هذا الاتفاق. ومع ذلك نحن نقول للجميع مصممون على أن نذهب للمصالحة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة بدون غزة. هذا شعار رفعناه، فأرجو أن نتمسك به، لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة. إذن من واجبنا أن نسعى دائما إلى الوحدة الوطنية مهما كلفنا ذلك من ثمن. ويعني بالمصادفة أن خلال يومين في وفد من عندنا ذاهب إلى
القاهرة لمتابعة هذه القضايا، وإن شاء الله يعني يمكن أن يحصل شيء لعل وعسى. القضية الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي قضية الأسرة. إسرائيل طبعا كما تعلمون أوقفت الأموال، ما يسمى أموال المقاصة التي تجمعها لنا وتأخذ أجرتها عليها، تجمعها وتأخذ أجرتها عليها 3% وتقسم كما تريد. ثمن كهرباء أخذتها الأد ولا نعرف كيف خسرت وهل هي صحيح أو غير صحيح. ثمن مياه، أجرة مجاري، أي شيء تخصم وتقول هذا ما تبقى لكم. مؤخرا قبل شهرين تقريبا بدأت تخصم، دفعناه للشهداء والأسرى والجرحى. طبعا هذا كلام خط أحمر. فعند ذلك قلنا لهم لن نسلم باقي المقاصة، نحن ننتظر، لا مانع لدينا، انتهت الانتخابات الإسرائيلية ونحن مستعدون للحديث. الآن مضى شهران على خصم هذه الأموال ورفضنا أن نأخذ ما تبقى منها، ولذلك نحن في ضيق مالي. ولذلك طلبنا من أشقائنا العرب بالذات أن يوفروا لنا ما كنا يعني نتوقع من زمان، ما يسمى بشبكة أمان. وقلنا لهم نرجو أن توفروا لنا شبكة أمان التي وعدتم بتوفيرها لنا، والآن قلنا هذا في قمة تونس، والآن سنقوله أيضا في الأسبوع القادم في وزراء خارجية الدول العربية. مع ذلك نحن صرفنا أولا أموال مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى كاملة، ثم ملنا على أنفسنا وعلى إخواننا وقلنا 50% هذه المرة و 50% المرة الماضية من الرواتب سنصرفها، وإن شاء الله إذا لم نتمكن أيضا الشهر القادم نصرف 50% أو أقل أو أكثر قليلا، لكن هذا هو ما عندنا إلى أن تنتهي هذه الأزمة الخطيرة بيننا وبينهم. لأنه بصراحة إذا أخذنا هذه الأموال، وهذا قرار يعني قرار فردي، إسرائيل عملته بدون ما تشاورنا وبدون ما تسألنا، أخذنا إحنا قرار في الكنيسة أن نخصم. تخصم مين؟ وين بتروح في الفلوس هاي اللي خصمتها؟ لعندك بالخزينة تبعك؟ شو دخلك أنت؟ على الأقل نفهم. فالآن الأمور يعني تحت البحث بيننا وبينهم ابتداء من هذه الأيام، لأنه قالوا عندما تنتهي الانتخابات نبدأ نقول لكم شيء. إنما نحن، وهذا قلته في القمة العربية، ما لم تلتزم إسرائيل وأمريكا بالالتزامات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية أيضا نحن لن نلتزم. هذا الكلام سيظهر في الأيام القليلة القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة. ما لم تلتزم إسرائيل وأمريكا بالشرعية الدولية أو بالاتفاقات التي بيننا وبينهم فنحن لن نلتزم. نقطة أخرى، أحيي أهل القدس جميعا على نضالهم للدفاع عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وهذا شيء مشرف، ووقفوا موقفا مشرفا، وما ووقف معهم كل أشقائنا في الداخل وفي الخارج أيضا معهم، خاصة في نذكر أيام البوابات، ثم بوابة باب الرحمة، وكانت مواقف مشرفة. سنستمر في هذا وسنستمر في الدفاع عن مقدساتنا. نحن والأردن الشقيق، باعتبار أن الأردن الشقيق هو الوصي، وهذا نحن متفقون عليه، لا جدال ولا نقاش. يعني في ناس كثير بيقول مين اللي وصى الأردن؟ لا يا أخي، سواء نحن اتفقنا أو ما اتفقنا، هي قضية قديمة، لكن نحن متفقون تماما، نحن والأردن، على أن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية للأردن إلى أن يتم التحرير. أين الخطأ في هذا؟ هذا نحن متفقون عليه.
فنحن نتعاون مع الأردن فيما يتعلق بالدفاع عن المقدسات، وهناك الأوقاف الأردنية أيضا موجودة لهذا الغرض، يعني تساعدنا في هذا العمل ونحن سائلون، لكن يجب أن لا نتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. هذا آخر ما عندنا، يعني بصراحة فلسطين بدون القدس مبنية. القدس الشرقية التي احتلت عام 67 والأرض التي احتلت عام 67 هي أرضنا وهي ملكنا وهي مقدساتنا. كما تعلمون أو ستعلمون أنه نحن بنينا مؤسسات في البلد، مؤسسات شبه كاملة في كل شيء، يعني موجودة. يعني لو قيل لنفترض أنه بكرة بدنا ناخد استقلال، احنا ماشيين دولة محترمة في إلها كل شيء وكل مقومات الدولة، لكن احنا واجبنا وواجب وهذا كله من الحكومات السابقة التي قامت قبلكم. الآن أنتم تعززون ما بني قبلكم وتكملون ما لم يكتمل أو ما لم يكتمل من هذه المؤسسات حتى تكون كل شيء حتى يكون كل شيء عندنا جاهزا لإقامة الدولة. وأنتم تعرفون إنه إحنا مش بس هنا نبني دولة، نحن رؤساء 77 زائد الصين، ولا يعني بيقولوا 77 زائد الصين يعني 134 زائد الصين، يمكن يصيروا أكثر بعرفش، بس المهم نحن هكذا ونحن دولة مراقب في الأمم المتحدة. هذا النمط من العمل نحن نريد أن نبنيه ونعززه في كل المجالات، وهذا واجب الحكومة. القطاع الخاص مهم جدا، القطاع الخاص أن يعمل القطاع الخاص في أرضنا، أن نأتي القطاع الخاص من الخارج ليستثمر عندنا، ولذلك يجب على الحكومة أن تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة، كل التسهيلات اللازمة. ما نعقد أمور في وشهم، تعالوا واستثمروا، واستثمر أيها القطاع الخاص وساعدنا وابني بلدك وابني بلدنا واربح. مش غلط، يعني مش تيجي للمساعدة بس، لا، جاي من أجل تبني هذا البلد، ولذلك احنا علينا ان نعمل له كل التسهيلات اللازمة. مهم جدا انه هذه الفئة من الناس، يعني احنا نريد ان نتجه نحو القطاع الخاص، يعني لا نريد انه كل شيء تتحمل القطاع العام، لكن يكون هناك نوع من التفاهم، نوع من التعاون، وبنفس الوقت يجب ان تكون هناك تسهيلات كاملة للقطاع الخاص من أجل أن يعني يتشجع، من أجل أن يأتي إلينا، من أجل أن يعني مش جاي تبرع، ما بدنا حد يجي يتبرع، بيجي بيخدم وبيربح أبدا مثل غيره. مهم جدا الشباب والمرأة. الشباب يعني المدارس والثانوية الابتدائية والثانوية والجامعات، والمرأة حيثما وجدت تأخذ حقها. المرأة عندنا في كل المجالات ناجحة، في كل المجالات قوية، ولذلك لازم ندعمها ونساعدها ونطور وجودها، والمرأة ليست أقل من الرجل إطلاقا. لذلك احنا شو ينقصها هذه لأن تكون وزيرة وتكون رئيسة وتكون في أي مكان في هذا البلد، لأنه فعلا المرأة لا تقل أبدا عن الرجل إن لم تكن تزيد عنه. الشيء الآخر هو ضمان حريات الناس، يجب أن نحمي حريات الناس الشخصية، الحريات العامة، لكن كما يقول المثل تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين، وبالتالي أنت حر في حدود الممكن، في حدود القانون، ولذلك نحن نريد الحريات مضمونة للجميع، إنما كما قلت تنتهي حريتك حيث
تبدأ حرية الأعمال. احنا سياستنا في بلدنا أن لا نقبل الاحتلال وأن نحارب الاحتلال بكل الأساليب المتاحة الشرعية، يعني في الأمم المتحدة، في المؤسسات الدولية، في المقاومة الشعبية السلمية. نحن سنحارب الاحتلال بهذه الوسائل وبالقانون. هذا ما عندنا، هذا ما يمكن أن نفعله بالنسبة لمقاومة الاحتلال الذي لم نرضى به ولن نرضى به إطلاقا أن يبقى جاثما على صدورنا. وهذا يعني أنه نحن كل نتائج الاحتلال، يعني الاستيطان غير مقبول، غير شرعي، غير شرعي من بدايته إلى نهايته، أنه هذا أمر واقع، أو أنه أصبح يقال أنه الأرض الفلسطينية غير محتلة، ولا شو لكان؟ لا، قالوا غير متنازل، مالوش أراضي غير محتلة، يعني إيش؟ يعني هي إسرائيل؟ هذا ما قاله الأمريكان. طبعا الأمريكان الآن بيقرروا ما يريدون ويتكلموا ما يريدون ويبحثوا ما يريدون. لا، نحن لن نقبل كلامهم، وكلامهم مش قرآن، ولن يفرض علينا، لن وسنقول لا. قلنا لا وسنقول لا، لأنه مش احنا مش عبثيين ولا دقمة، لا، بس احنا عند الحق، عند حقنا لا، سنصمد ونصبر ونقاوم بكل أساليب المشروعة للمقاومة. إذن ما يقولونه بأنه الاستيطان أمر واقع، إيش أمر واقع؟ أنت معتدي وقعدت في أرضي وبنيت في أرضي وتقول لي أمر واقع، شو الحكي هذا؟ لا، مش أمر واقع. حدود 67 كما هي. في المجلس الوطني الفلسطيني عام 88 أنصحكم جميعا أن تقرأوا قراراته، هذا المجلس الذي أعلن الدولة الفلسطينية في المنفى، وأعلن قرارات لأول مرة تعلن، وهي الالتزام بالشرعية الدولية وغيرها. نحن لن نتنازل عن كلمة واحدة فيما ورد في قرارات المجالس الوطنية منذ 88 إلى يومنا هذا. هذه القرارات بالنسبة لنا قرارات مقدسة، هي التي أعلننا فيها المجلس الوطني في 88 في الجزائر، أعلننا في إقامة دولة فلسطينية المستقلة.